الهلال يا أخي تأهل والنصر خسر، حتى النصراويين كانوا أيضا راضين على المستوى عطفا على حالة الطرد، لكن في النهاية للأسف الشديد هناك دقائق أخيرة شوهت الحدث، شوهت بشكل أنا ما حبيتها من أبو سلطان يقول طيور مهاجرة، نظل أبناء بلد واحد وأبناء أندية واحدة، وأبو عمر وغير أبو عمر لعبوا في النصر وأحبوا النصر، وكذلك الحال بالنسبة لأنديتنا. لكن صحيح أن مثل هذه الثقافة الآن اللي نشوفها يجب أن كلنا نقف ضدها. أحمد الله اليوم أن اللي متكفل بالملف ملف الأحداث هو الاتحاد الآسيوي. الاتحاد الآسيوي اليوم لن يجامل لا حسين ولن يجامل بليهي ولا حمد الله ولا عمر ولا علي. هذا الاتحاد شاهدنا المراقبين وشاهدنا أيضا الحكم المباراة وهو يبرز الكرت الأحمر لحسين. أنا على الصعيد الشخصي أدين الكل، أدين حسين عبد الغني، أدين البليهي، حتى حمد الله أدينه. بالنسبة لا لا لا، لسلمان وين الفرج ما وين رحت أدري، يا ابو محمد؟ ابو محمد وين درعمت انت؟ حمد الله تفضل كان يفك تفضل اللاعبين، لو ما دخل تفضل. حمد الله صارت امور اكثر. الحمد الله والفرج يفكون اللاعبين. خلني اكمل، لا لا تكمل على غلط، اكمل الله وبعدين يجزاك نقولها. خير يا اخوي الكبير، لا تكمل على غلط. يعني انت اقحمت حمد الله، ليش تقحم حمد الله؟ حسين اوكي، البليهي اوكي، لكن الفرج وحمد الله، حتى الفرج جاي يفك ونشب في المعركه. ترى انت كم مره واحد يجي في انت كوشه اقحمت الفرج، تصير الفلقه براسه. طب خلني اكمل واقول رايك. انت اقحمت الفرج، طيب رغم ان الفرج كان 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 جزء من الاصلاح داخل الفريق هو وبدرو، لكن حمد الله ولما بدات المباراه وبدا بالاستفزاز البلاهي تدخل حمد الله يا ابو سلطان ولاحظناه. لا لا دخل، ركب حتى حسين يشكرونه وحدث اللي موجودين. انا سمعت لاعبين يشكرونه، حتى لاعبين من الهلال شكروا حمد الله انه يعني كان صانع أنا خير. انا يا ابو سلطان ما يعنيني حمد الله بريء ولا متهم، يعنيني انا اليوم هذه الحاله اللي حدثت احمد الله انها بالاتحاد الاسيوي. الاتحاد الاسيوي هو اللي بيعاقب الاتحاد الاسيوي، لن يجامل النصر ولن يجامل الهلال ولن يكون هناك اعلامي او اعلامي يقدر يضغط على اي جهه. طيب. كل ما اتمنى وامل انا ان هذه تكون اخر الاحداث في ملاعبنا. بلا ما تنشبوا بين بعضكم عن اخي احمد، بكمل برنامج بس دقيقه. الله يرحم والديك. انا بس على اساس انه ما برنامج بيخلص. اوكي دي لحظه، الله يرحم ابوك. لحظه، ترينا لي سنه ونص ما جيت. شو ما بيطلع البرنامج على مشان لا ما يقطعونه اذا تغيث رجع دبي ما حد ينقطع. إلا الله. اسمعني انا بس رسالتي لاداره النصر، يعني خلاص اللي راح راح. اوكي بس ابى اقول لكم يا اداره النصر، نبهتكم من اول الموسم لا تخربون صيدكم بعجاجكم. ما دام فيه حارس وليد عبد الله واللاعب مادو عبد الله كلهم على راسي من فوق، لكن والله ما تحققون كاس شاهي مو بكاس اسيا. طيب. والله طيب. ناظرين حلف. الهلال سيلعب في نهائي دورة أبطال آسيا مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في 23 نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض. طبعا 3 كؤوس للهلال و3 كؤوس لبوهانغ ستيلرز، ومباراة كبيرة إن شاء الله راح نكون نتابعها، وأكيد إن شاء الله نتمنى التوفيق للهلال.